الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، ونحمد الله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الزيغ والضلال والنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل اللهم على نبينا محمد في الآخرين، وصل اللهم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وقل جاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تبين بفضل الله جل وعلا أن الجسد يشكو من أمراض كثيرة ومن علل كثيرة، بل إن الزوجين كل واحد منهما له علل وأسقام وأمراض، وهناك أمور مشتركة فيما بينهما من تعطيل وفراق ورغبة في الجفاء أو في البعد أو في الطلاق. تبين بفضل الله سبحانه جل في علاه أن الجسد يسكنه الجن والشياطين، وأن داخل البدن أسحار. وفق الله جل وعلا ربي سبحانه أخرجها من الجوف والبطن، وهي عقد وأكوام من الشعر. بفضل الله جل وعلا أخرجها الله ربنا سبحانه القائل: إن الله سيبطله. فنقول الحمد لله رب العالمين، فأخرج الله تعالى من الفم أسحارا ومن الدبر أسحارا أو من الفرج أسحارا. فالحمد لله رب العالمين، نحمد الله عز وجل على توفيقه وسداده وعلى منه وكرمه. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. فأقول لكل من لا زال في البدن يسكن يراقب ينتظر ويأمل أن تختفي آي القرآن حتى لا يبقى عليه العذاب بالليل وبالنهار، يصبر نفسه أن الجلسات تنتهي، ثم يعاود الركون والركود والجري والسعي في الأذية والقطيعة والإثم والسحر. فلنعلم بفضل الله جل وعلا أن من الجن سحرة، وأن من الشياطين سحرة، وإلا كيف وصل هذا الشعر بهذه الكمية، وكيف يتجدد داخل البدن والجوف والبطن والرحم والأحشاء والأمعاء. إن من الجن سحرة ومن الشياطين سحرة، يوكلون بسحر قديم قوي عظيم. جاءوا بسحر عظيم، أول ما جاءوا بسحر عظيم، حيث أن من سحرها وسحرتها وسحره وسحرت اختاروا ساحرا عليما سحار، يسحر بالليل وبالنهار، له قوة عظيمة على أن يأتي بالأخبار وأن يراقب الأبدان بالليل وبالنهار، أي له ضربة عظيمة
وقوة عظيمة وله خدام كبار، فجاءوا إليه بسحر قربوه إليه وهو قربه إليهم، فكانوا مع الأجساد والأبدان بالليل وبالنهار. كلما أبطل سحر إلا وجدد داخل البدن، الطب لا يعرفه ولا يراه، الطب لا يصل إليه ولا يعالجه، فكيف يتجدد وكيف تتكون هذه الأكوام من الشعر داخل الجوف وداخل البطن؟ ومادة السحر ليست وحدها، علم خدامها وحراسها وأعوانها، تلفظوا تكلموا اعترفوا، لكن بعد إسلامهم وخروجهم فهل من تجديد؟ إن التجديد يصل إلى البدن عن طريق من سكنوا البدن كلهم جميعا، أو ممن يبقى داخل البدن مختبئا مختفيا متواريا حيث يسعى بعد نهاية الرقية إلى استعادة القوة، ومن ثم يبدأ في الطلسم ويبدأ والعياذ بالله فيما جاء به الساحر من علم إليه عن طريق من يحومون حول البدن، فيجعلون هناك صلة بين ساحر عليم خارج البدن في مكان بعيد، وبين مادة سحر هي خارج البدن في مكان بعيد، وبين جن هو قابع في البدن في مكان بعيد، وبين من يحومون حول البدن بين مادة السحر والخادم البعيد، وبين السحر الذي هو خارج البدن والساحر الذي هو كذلك في مكان بعيد، وبين البعد والقرب صلة وأسرار بالسحر، لتبقى الأذية ما بقي الجسد فوق الثرى فوق التراب فوق الأرض، أو ما بقي الزوجان معا، لأن الأصل هو السحر الذي قدم وقرب بقوة من أجل فراق وطلاق وشقاق، هذه لا بد أن تفهم. ولأن الجن خرج، وبعدما نبين الآن تزداد المرأة والسيدة في الاهتزاز وتزداد في الشدة وتضطرب البطن اضطرابا، وهي الآن تشعر بأمر غير عادي، بمعنى أن هذا الكلام حرك من يحرس ويمسك الأسحار في جوف وفي بطن، فنسأل الله أن يعلمنا، آمين آمين آمين، وأن يفقهنا، آمين آمين آمين، وأن يوفقنا، آمين آمين آمين. فاسمعوا جميعا إليكم في هذا البدن وأنتم تعذبون الزوجين، كل واحد منكم جاء بها ليجعلها نصرانية، أصبحت تكره القرآن والمسجد والحجاب والصلاة، وأصبحت أمور النصرانية تحبب إليها مشاهدة ومطالعة وعبادة. إليكم جميعا يا من جئتم لتصدها عن حجابها وعن عفتها وعن زوجها، فتأتي إليه تطلب منه الطلاق ولن يسئ إليها، نعم حتى تفرق بينها وبين زوجها وتباعد بينها وبين ربها، لتكون في الأذية هنا وهناك، لا صلة مع الله ولا صلة مع الزوج ولا صلة مع الوالدين، حتى تتعذب في قوامها وجمالها وعملها ومالها ولباسها، حتى تتعذب فيما حباها الله جل وعلا. وجعلوا لهذا أسحارا عظيمة جدا، جعلوا لهذا أسحار داخلها وخدام داخلها،
وأعوان وحراس حولها وأسحار خارجها، واختاروا لهذا ساحر عليم جاء بسحر عظيم. ساحر عليم جاء بسحر عظيم، فالشياطين تأتمر بأمره وتطيعه، لا تعصي له أمرا، تخشى أن يعذبها أو يقتلها، تخشى أن يعذبها أو يقتلها. جاء الحسد فأكل عقولهم، جاء الحسد فأكل صدورهم، جاء الحسد فأكل أجسادهم، جاء الحسد فأكل أعينهم وأنفاسهم، لما تحبى هي بالقبول والقوة والقدرة والعمل والمال، لما هي تحظى بأنواع اللباس وأفخر اللباس، لما هي تلبس لباسا جميلا أنيقا، لما هي تلبس لباسا فاخرا، لما هي تلبس لباسا نعم يرى عليه آثار النعمة، يعلمه الصغير والكبير، يناسب قوامها، يناسب قوامها قدها طولها، يناسب جمالها، يناسبها يزيدها حسنا وجمالا، لما هي دائما تختار اللباس الفاخر واللباس الغالي الثمن، لماذا هي تتصور هنا وهناك، ولما هي ترى هنا وهناك، ولماذا عليها كل هذه النعم؟ سنسلبها النعم، سنحجب عنها النعم، سنعذبها في النعم، سنقلب عليها النعم، سنجعل عليها من يحرسها في النعمة، حتى إذا ما لبست تلك الملابس لم تسعد بها أبدا، حتى إذا ما لبست تلك الملابس لم يقترب منها الزوج أبدا، أو هي تمتنع عليه دائما وأبدا. دائما العذاب في العمل، والعذاب مع الزوج، والعذاب مع الكل، تعذيب دائم ومتصل ومستمر ومتواصل. سحر أخرجه الله ربي، جان أخرجهم الله ربي، ولا زال العمل بإذن الله، ونسأل الله التوفيق والسداد. فاسمعوا يا من أنتم في البدن تظنون أنكم سلكتم سبل النجاة، وأن الله لن يصل إليكم، وأن القرآن لن يخرجكم، حتى الزوج الآن يرتعد ويضطرب، فاسمعوا جميعا. بفضل الله تعالى، هناك من أسلم في الزوج إسلاما وإيمانا وطاعة لله تعالى، أسلموا لله عز وجل إسلاما، وجاءوا إلى الله تعالى بالصلاة والقرآن والخير. أقول لكم أثبتوا على دين الله عز وجل، أثبتوا على طاعة الله وتوحيد الله جل وعلا. نعم، وفي الزوجة الآن من يشير إلى الإيمان والتوحيد، أشهد 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 أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم لله الذي هدى قلبه، أسلم لله الذي شرح صدره. جاء تائبا بعد إخوة، بعدما خرج الشعر من البطن، وبعدما خرج التراب والأعشاب من الفرج، خرجت أعشاب من الفرج ولم تأكلها، وخرج شعر من البطن والجوف ولم تأكله، فالحمد لله الذي أخرجه، وهو الله الذي أبطله، فله الحمد ربي أبطل الشعر وأكوام الشعر التي كانت في البطن، والأعشاب والتراب الذي كان في الأحشاء فخرج من الفرج، فله الحمد ربي. هناك شيء الذي يخرج الآن، هيا واصل بإذن الله، يخص طاعة لله، هيا واصل بإذن الله جل وعلا. إذا كان لا زال في البطن شيء، هيا أسلمت لله، أسلمتم لله فأخرجوه طاعة لله، أسلمتم لله فأخرجوه طاعة لله، أسلمتم لله فأخرجوه طاعة لله. أنتم من كان يمسكه سنين، أنتم من كان يجدده سنين، أنتم من كان يحبسه سنين، جئتم إلى الله توبة وأوبة وخشية وإنابة، جئتم إلى الله جل وعلا، جئتم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا
إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر كبيرا. أسلمتم لله، أسلمتم لله، جاءوا بكم كافرين، جاءوا بكم ظالمين، فجعلكم الله جل وعلا مسلمين، هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كم سنة وأنت فيها؟ أنت فيها سنوات صح؟ سنين طويلة. كم سنة منذ الزواج؟ ها؟ أنت من تقول طلقي، طلقي من زوجك صح؟ نعم. أنت من تأمرها بالطلاق، كنت دائما تقول، هي دائما تقول طلقني طلقني، مع أنه يحسن إليها ويحبها وهي تحبه أيضا صح؟ نعم. وأنت من كان يأمرها أن تطلب الطلاق، أمروك بهذا صح؟ نعم. أمروك أن تجعلها في صدرها وقلبها وعقلها ولسانها أنها دائما تفكر في الطلاق صح؟ أسلمت لله تعالى. وأنت من كان يجدد الشعر في البطن، أنت سبحان الله. يا نعم، إذا قلت أن خادم الشعر لا زال موجود. أنت من كان يجدد دائما القوي القوى الآخر. طيب أنت من كان يجدد الشعر في البطن؟ نعم، يقول نعم. كم سنة وأنت في البطن؟ شحال عام؟ كم سنة؟ 21 سنة. سكنتها في الجزائر؟ ها؟ في فرنسا؟ والسيحة في الجزائر؟ نعم؟ في أي مدينة في الجزائر؟ ها؟ المقبرة في أي مدينة؟ في أي مدينة؟ تكلم، في أي مدينة في الجزائر؟ في أي مدينة؟ لا تخاف، لن يصل إليك أحد بسوء أبدا بإذن الله. ها؟ هيا، سكنتها في فرنسا؟ ها؟ في فرنسا؟ صح؟ لكن السيحة في الجزائر، ومدة السيحة 21 سنة. سبحان الله، في أي مقبرة في الجزائر؟ في أي مقبرة في الجزائر؟ ها؟ أخوها في قبر أخو، في قبر الأخ ديالها. في أي مدينة دفن أخوها؟ ها؟ تيموشات؟ تيموشات، تيموشات. طيب، إذا القبر مدفون في مقبرة في مدينة تيموشات، في قبر الأخ ديالها حين توفي 20 سنة. ولكن هي تزوجت، كم عمرك؟ شحال لكم تزوج الآن؟ يعني في 2006، وكيف تؤذيها حتى مع الزوج؟ يعني السيح لها قديم، ها؟ ومنذ القديم تعذبها صح؟ عذبتها في ماذا؟ في ماذا عذبتها؟ في ماذا تعذبها؟ تكلم، لا تخاف، لا تخاف، نحن إن شاء الله بإذن الله نساعدك إن شاء الله على الثبات والإيمان والاستقامة والإسلام والالتزام، وتخرج منها طاعة لله جل وعلا. عذبتها في اللباس؟ ها؟ نعم. في الجمال؟ نعم. في الصحة؟ نعم. في الجماع؟ في الجماع؟ ها؟ لا. طيب في أمر الطلاق ونفر من الزوج؟ نعم. طيب في اللباس، في الصحة، في النفور من الزوج صح؟ في الحمل؟ لا. طيب في المال؟ في المال؟ نعم. في محق المال، لأن أصل السحر صنع على هذا. ها؟ طيب، قل أعاهد الله، عاهد الله تعالى على أنك لا تؤذيها، فهمتي؟ خلاص، تكون مسلم معنا، خلاص؟ مع الله عز وجل. قل أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أسحرها، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان. ظلمتها صح؟ وظلمتها بزاف، وظلمت الزوج ديالها، فهي بالسحر العظيم قديم 21 سنة عذبت في كل شيء، فيها أمور كثيرة وحتى الزوج أيضا.
هي أن تخرج خلاص، تخرج طاعة لله عز وجل، لا يبقى في الجوف أو الجسد أو البطن أو الرحم صحة. ألا تطلب من الزوج طلاقا، تكون مع الزوج في وفاق دائم، في حب، في محبة، في مودة، خلاص طاعة لله عز وجل، والحمد لله على نعمة البقاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مزيان صلى الله عليه، الحمد لله. ولكن تخص طبيعة أنت، نقولك صح نجيك صريح، زوجتك مزيان، انت مازال شوي. نقول دابا الحمد لله امر الطلاق ما بقاش، دابا حيت الطلاق منها هي ماشي منك انت، وكان الامور ديال اللي كتحب بها في الامور ديال النصارى وكذا كانت من داك الجن. نعم، والشهم والشهادة ما بقاش، لان خلاص خرجوا والاخر سلم خرج. لكن المشكلة عندك انت هنا، كيتبين جوج الامور شنو هي. كاين سحر قديم ديالها هي 21 سنة، وكاين سحر اخر ديالكم بجوج، لانك 21 سنة مكنتيش معاه انت، ولكن انت كتأثر. فهمت ولا لا؟ اذا كاين سحر اخر ديال سحركم جديد ديال الزواج، كاين شي حاجة تما؟ نشوف. لحتي شي حاجة؟ لحتي دابا؟ ما شاء الله طيب. هذا ماشي مشكل. هذا شيخ خليل، هذا شيخ. هذا شيخ، فهمت هو، فهمت. عقلت على كل شيء. شوف، روحوا الله يسهل عليكم. انت اتصل بيا تجي عندي الوقت اللي بغيتي، باش انت نكملوا العلاج، نص العلاج المهم الخطير اللي كان فيها هي كيدي هذوك الامور انتهينا منه. انت ان شاء الله تجي باش الامور تبقى خلاص 10 على 10. خطر على بالي عندك ضغط، اتصل مع اسماء باش نخصك حتى الوقت اللي يكون شويه طويل. صافي، يلا سلام. الله يعاونك. شكرا شيخ، السلام. دير معاك سيلفي ولا تصورني ولا مصور؟ زيد صورنا وياك. مرحبا، تصور بجوج. حبك في الله شيخ، انا كنحبك والله. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك.
تسمع تحفظين. لا مش كيف ايش. لا. ارسل لي في الواتساب. اوكي شكرا. تحسن لنا بارك الله فيك. امين. شكرا. بارك الله فيك. طيب احبابي واخواني عدو من الجزائر ايضا وكان يرمي كميه كبيره من الشعر الان قد لما اسلم الجني الاخير رمى هذا الان هذا الشعر كميه كبيره من الشعر لكن هي قليله بالنسبه مقارنه مع الاول رماته الان من شعر من فمه لما لان كنت اسلط الكلام على الذي يصنع الساحر الجني الساحر في الجسد فهو يصنع بالشعر من اين ياتي به الله اعلم هذا الشعر دائما يخرج من البطن من الجوف ترجعه هكذا كمية كبيرة لحتى أعشاب وتراب الفرجية هذا نراه الآن هذا مباشرة الآن وخرج بفضل الله عز وجل أسلم لله عز وجل هذا فضل الله سبحانه وتعالى زوجها سنين فمن ما يسير فيه تسأل سؤالها من ما يسوره وأهدمي ونظارة فأسأل الله تعالى يوفقنا للخير أسأل الله جل وعلا يوفقنا للخير آمين آمين فالحمد لله هذه الرقية الرقية نعمة من نعم الله عز وجل يعني تعاني 21 سنة في مقبرة سحر وكذلك مع الزوج فأنا رأيت أن هي بفضل الله تعالى خلاص بفضل الله تعالى لكن رأيت أن زوجها يرتعي للطريق إذن عنده مشكل فنصحته لله أدي النصيحة ويتحمل مسؤوليته المهم أنا رأت ذمتي وبينت له قلت له أنت عندك المشكل هكذا وهي وبينت له بعد انتهاء هكذا يجب أن تكون صريح مع الناس هذا هو المنهج تكون صريح مع الناس ربما هو الآن خلاص يفهم أنه مريض يجتهد هي الحمد لله كذلك تقوم على الأذكار والرقية وكذا وحتى نتيقن هل انتهى أمر التجديد أم لم ينتهي بعد لأن الأمور الحمد لله آخر واحد أسلم وهو الشعر موجود وقبله قد رأيتكم شعر كذلك فالحمد لله يا رب العالمين هذا فضل الله عز وجل الرقية منة ونعمة أنا الآن والله العظيم أنا كنستقبل الناس مثل مثلكم كنشوفهم وكان نبدأ بإذن الله معهم كأنكم معانا ما كاينش هناك ترتيب أو تنظيم قبل ولا اتفاق أبدا والله يشهد والحمد لله دائما تكون الخير صرع الجن تكلم الجن تأثير لاستخراج أسحار يعني هذه هي الرقية عرضوا عليها رقاكم هذه الرقية تعرض على أي إنسان على أي فاهم أي طالب علم على أي شيخ أي داعية ويكون على علم مباشر ويفهم يقول لك نعم أمر جيد بفضل الله سبحانه وتعالى لكن العجب الذي يقول الناس يقول ما نراه في الفيسبوك عند بعض الرقاة ليس هو الواقع حينما نأتي يزبون بالجماعية أما حينما نعلم الجماعية مرة في الشهر وكذا فإنما نعلم عليها ونعلم عنها وعندنا برنامج واضح لكن يظهرون الناس مقطع في 5 دقائق يقول ربما هذا مقطع وحينما أدخل ستكون جلسة طويلة قبل خلاص 10 دقائق 5 دقائق 7 دقائق ويقول له عندي 3 جماعيات في اليوم أدخل 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 والجمعية كان فيها ساعة يا إخواني ما أقول لو كنت غنعمل هذا الأمر لكي نسمع دابا هذا مشكل والله العظيم له مشكل وخاص نقول واحد المسألة الحمد لله أنك رجال يحفظون الثغور الحمد لله سادين كيحاولوا كيعطيوا واحد الصورة الحمد لله كنقولها وكنعاودها لأنك يتبعون النخب المثقفين طلبة العلم الناس الواعين والفاهمين فيظن الكل بحال بحال لا أقسم بالله ماشي كل شيء بحال بحال أقسم بالله ليس كل بحال بحال وفهم والفهم يفهم ليس كل بحال بحال والفهم يفهم الله انا كنقول ونعاود الله يسهل على الجميع ولكن الله يجزيكم بخير لان نرى امور عظيمه الان كاننا كنطرقوا مسامير على نعش نعش الرقية الى قنا على هذا الحال الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير انا كنت الرساله كنوجهها للمرضى مسكرة غير مرضى كنوجهها بالدرجه الاولى الى من اراد ان يكون في هذا المجال او هو فيه الله يجازيكم بخير رفقا رفقا بالموضوع ماشي اللي كنصح حتى تخصك نصح ولا خصو ينصح ما كنسميوش وكننصحو ولكن ملي تنصح ما تكونش اتامر الناس بالبر وتنسون انفسكم التزمت الاول بما تقول وان شاء الله الاصلاح يبدا مني انا الزم نفسي بشيء ثم اظهره والاخر يلزم نفسه بشيء ويظهره وهذا الحمد لله فيه خير هذا ما نريده بفضل الله تعالى طيب نستقبل حلقه اخرى ان شاء الله عز وجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم آمين.